اللي يحب يجتهد يجتهد من روحه. انا مثل العمر دائما مد شيدي من قوش راني جوعت وكنت سخط ونمشي وما استعرفت حتى بحد دين. وبعمري لا مره انتخبت وبعمري لا مره مشيت البقعه وبعمري لا شيء نعيش الا على روحي. صاحبي تاخذ مي تاخذ ميرا انا تو قادر نعمل براتي ونعناع ولوز وندور لك على الشط في السبت والحد نصور 200 و250 الف. يا ما تستني حتى اللي هو يحل عليك بخدمه تسكن وهو حتى الحن على روح. اول ما تدخل تسهيليه يقول لك شنو الخدمه؟ كان بلينتا ولا حاجه كي دب الله باربوتين يمشي معاك، كان مارتو تكسير ودالة وحاجه كاسحه ولا تذوق عارف. وزيد على هذا هو عنده الحق 30 الف ما تعيشوش. هو على الصباح هكا سكروت وباكو دخان ودبو زمان سي مات 30. والمراه تستنى باش تاكل الدليع والبطيخ، قول لها ما سمسي فمك بدون تفريس. تعرف المواطن التونسي تو نتقابلوا بعد الظهر، عسل حر، صاحبك راجل، تو نقول لكم ما تقولش، هذيك هي. هو راه قال لك وكمل ووصلت للناس الكل. صلعوني لنا 200 فرنك والفين، الناس الكل تغشت فيه. الناس الكل. انت لولا تغشيتي فيه. هذا هم اللي صلعوهم لنا وندعموا تو نعملوا لك الانترنت بلاش. والشعب التونسي الذاكره نتاعو قصيره، شكون تفكر خاطرك زعر البيت تعس في الليل على راس ولدها في الفريجيدير؟ شكون اللي تذكره؟ ماتت وهي عاميه. هو كانوا يحكوا على 7 نوفمبر على المشنيته، هو جاب نوال غشام تغني له. وجاب سويسرا المحنوش، وجاب هذيك تغني لمعمر، كل جايبهم هنا يغنوا له وهو متربع جاي لك. تعرف المواطن التونسي تو نتقابلوا بعد الظهر، عسل حر، صاحبك راجل، تو نقول لكم ما تقولش، هذيك هي. هو راه قال لك وكمل ووصلت للناس الكل. هذيك هي، هذيك هو الكلام الموجود. ما عادش يقول لك تو نتقابلوا في العشيه ولا بعد الظهر، بعد العصر، كوم كوم يوصل لك اللي هو تقي، وهو راه باش يلعب لك على حاجه. ما فهميش. شكون اللي من باش تشكي؟ تشكي حتى لحد. كونش ما يرحم ربي. ما كانتش الحالات هذيا احنا هاو الضو قص، هاو الماء قص. هم ده شنو كانت طبيعيه الحكايه. اليوم كي ولت الناس كلها تعيش في رفاهيه باهي، ولت الامور على هالفتره هذه نتاع موجه الحر، تو بعد يرجع كل شيء هكا من رايي انا باهي. اما باش يعملوا ولا ما يعملوش؟ ما يعملوش. انت اعطيني انا حاجه صارت في تونس انجاز وكتبوا عليه دشانه فلان الفلان عبار دار الثقافه الشادي القليبي ولا شارع حبيب بورقيبه ولا برشا حاجات اللي هما صاروا من قبل ولا كلها تو تمشي في انجازات بن علي وبورقيبه. باهي الحروق البليغه استاد رادس هذه الحبيب بورقيبه. اعطيني انا واحد عمل حاجه ودش انا على بركه اللي صلعوني لنا 200 فرنك والفين، الناس الكل تغشت فيه. الناس الكل. انت لولا تغشيتي فيه ولا الفين، الناس الكل عظمهم اللي صلعوهم لنا وندعموا تو نعملوا لك الانترنت بلاش. والشعب التونسي الذاكره نتاعو قصيره، شكون تفكر خاطرك زعر البيت تعس في الليل على راس ولدها في الفريجيدير؟ شكون اللي تذكرها؟ ماتت وهي عاميه. باهي ماتت وهي عاميه، شكون اللي تذكرها؟ ما يتذكرها حد. هو كانوا يحكوا على 7 نوفمبر على مشنيته، هو جاب نوال غشام تغني له، وجاب سويسرا المحنوش، وجاب هذيك تغني لمعمر، كل جايبهم هنا يغنوا له وهو متربع جاي لك. طيب اسمع اسمع، نقول لك من الاخر وعلى الاخر، اللي يحب يجتهد يجتهد من روحه. انا مثل العمر دائما مد شيدي ما نقولش راني جوعت وكنت سخط، ونمشي وما استعرفت حتى بحد دين. وبعمري لا مره انتخبت، وبعمري لا مره مشيت البقعه، وبعمري لا شيء، نعيش الا على روحي. باهي ملي صغير انا ملي صغير. وقت العرس كان بالطبان نشيد ب 100 و 200 فرنك، نمشي نلقط البابوش والكبار ونبيع، ومن بعد في الليل نركز في 100 وال 200 وب 300 فرنك ونشيد عند الطبان. خليها تو الحمد لله رب العالمين، من لا شيء نصنع شيء، من لا شيء. باهي هاني تو انتريتي وعلى السياسه نعس في اللاك ونضب في روسي في الجرده، تو باينه ما برا يخرج واحد من القهوه يقول لك ما نخدمش. ما نخدمش نخت. في الليل هو ما يقعد يطب في حق قهوه، انا نشرب نوصي على البيتزا وكاسكروت يجيني ب 80000 على الواحد. صاحبي تاخذ مي تاخذ ميرا. انا تو قادر نعمل براتي ونعناع ولوز وندور لك على الشط في السبت والحد نصور 200 و250 الف. يا ما تستني حتى اللي هو يحن عليك بخدمه تسكن وهو حتى اللي حن على روح. العقليه ذي ماش موجوده عند الشباب تو. مش موجوده. اول ما تدخل تسهيليه يقول لك شنو الخدمه؟ كان بلينتا ولا حاجه كي دب الله باربوتين يمشي معاك، كان مارتو تكسير ودالة وحاجه كاسحه ولا تذوق عارف. وزيد على هذا هو عنده الحق 30 الف ما تعيشوش. هو على الصباح هكا سكروت وباكو دخان ودبو زمان سي مات 30. والمرأة تستنى باش تاكل الدليع والبطيخ، قول لها ما سمسي فمك بدون تفريس. باهي ما عادش الدليع ب 20000 تو. الدليع ب 20، ما هذه ابسط الحاجات، تقول واحد مش نعمل ساعة الدليع ب 20000. فعادش يا بنتي اسمع. كوش ما يرحم ربي. وكهو. هذا اللي نقول لك انا. امرأة ما عادش باش حاجة تتصلح هنا وترجع وكذا ما عادش. عادش الناس كل حطوا عجلة في الريون، الناس كل ما عاد بالهيش، الناس كل تعملوا الماكينة تدور ونحن نلوجوا على الكيس الخبز والواحد. تو ما عادش باقيات ولد قدمه، خذيك باقيات والله العظيم اللي في العيد اشتريتها طابونه ما عادوش يصنعوا في السميد باش يتباع ب 500، الاخر خبوه سميد ب 500 فرنك قدك دوبليه تطبشمت وخرجوه ويعطوه له، يعملوا كما يحبوهم لا رقيب ولا حسي. ريتش حتى واحد يدور ولا شد واحد قال له علاش تبيعك
قدامي انا في المارشي جروب يعني ادى لي 10 على 500 باعوا على 1200، مشيت خديته انا عنده على 1200 هو يروح قدامي يعبي على 500. ما عادش يحبوا الربح الوفير 100 200، ما عادش تلعبهم، يحبوا عشطر عشطر، يحب يشرب مليون يبيع بجوز مليون.